بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، حضورنا الكريم على بركة الله وحوضه، انطلق الشوط الخامس، شوط الأبكار، شوط يحمل نوخبة من هذه الأصايل وهذه الشعارات الجميلة براقة. في المركز الأول صلاح أحمد بن غريب هناك على أول المراكز، بينما اللي في المركز الثاني تأتي الفائزة سالم بن راشد بن خدير الاجتبي، بينما اللي في المركز الثالث جميلة لزايد بن عبد الله بن راشد زايد الحياي. هكذا كانت النتيجة للكوكبة الثلاثية اللي على مقدمة الشوط، نسير مع براقة، نسير مع الصدارة، مع الجولة الأولى المميزة. الله يا أبو أحمد دافع بهذا الشعار الوردي الملقب، الشعار الوردي الملبد بالنجوم السوداء. فنتمنى للجميع إن شاء الله صلاح بن أحمد بن غريب هو المتصلح مع هذه الأمور، النقلة هناك مع المركز الثاني. الفائزة 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 لسالم بن راشد بن غدير الاشتبي ثالث المراكز هناك، مع من في ثالث المراكز مياسة لمح العلي بن محمد بن سالم بن رشيد. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة، أيها الجمهور، حضوري ميدان ضوء هنا في هذا اليوم الجميل. الله يا براقة 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 في المركز الأول، أراد تغيير هناك مع الفائزة في المركز الأول، غيرت خلت المركز الأول، غيرت على النقطة الرابعة مع سالم بن راشد بن خدير الاشتبي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الكريم. شكرا لهذا الشعار ولمضمي هذا الشعار سالم بن راشد بن غدير الاشتبي، هو اللي دافع هنا مع الفائزة، دافع في الفائزة. فها هي لحظات وصولها واقترابها الى خط النهاية، معلن الفوز والناموس وخط النهاية يقف سلاما وحبا كافة لهذا الشعار. ها هي الحاصلة مع النقطة الرابعة تهانينا لسالم بن راشد بن غدير المركز الثاني. تأتي هنا اللي جميلة زايد بن عبد الله بن راشد المركز الثالث، علي بن محمد بن سالم بن رشيد. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة في توقيت جميل ومميز، دقيقتين 14 ثانية 93 جنيه ثانية. تهانينا والناموس لسالم بن راشد بن غدير المركز الثالث فوزه بالمركز.